نشرة الظهر. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. ضمن أبرز عناوينها: ضبط 17 حالة غش في اختبار البكالوريا في مركز امتحان واحد وإيقاف كل المراقبين وإحالتهم على التحقيق. استعمال الشاشات الإلكترونية ضرر متنام على الأطفال واليافعين، يزيد خطره في العطلة الصيفية. في فلسطين المحتلة 40 شهيدا ونحو 220 جريحا في تواصل للغارات الإسرائيلية على غزة، واجتماع مرتقب في موسكو بين حماس وفتح، فهل يحمل أفاقا جديدة للمصالحة الفلسطينية؟ أهلا بكم. ضبط 17 حالة غش في مركز امتحان واحد خلال اليوم الثالث من الاختبارات الكتابية الوطنية لامتحان البكالوريا، حسب ما كشف عنه اليوم مدير الاتصال بوزارة التربية منذر عفي. وأفاد عفي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم إيقاف كل المراقبين المشرفين على هذا المركز وإحالتهم على التحقيق للتثبت من إمكانية تورطهم في هذه القضية، مبينا أنه تم خلال الثلاثة أيام الأولى من امتحان البكالوريا تسجيل 231 حالة غش، أغلبها عن طريق التكنولوجيات الحديثة وبعضها باستعمال الطرق التقليدية للغش. في موضوع آخر، من فكت الشاشات الإلكترونية تكتسح الحياة اليومية للأطفال واليافعين، مستنزفة وقتهم وصحتهم باعتبارها وسيلة الترفيه الأسهل نفذا لتوفرها في كل البيوت. استعمال يزيد خطره خلال العطلة الصيفية مع توفر مزيد من أوقات الفراغ. المتدربة بقسم الأخبار روان عبد الغني تحدثت إلى عدد من الأولياء. جدين تليفون آفة العصر بالنسبة للصغير، يذهب له عقله ملي يشده ما عادش يسيبه، كي هو كي يومه كي بوه، كي تبلا بيه نحسب له بالوقت، ونعس عليه شنو الحاجة اللي تفرج فيها. من الأبليكاسيون اللي يدخل لها دائما ندخل له فيها ومديله في يده. ما نعقبوش، يقعد يبكي يبكي، نبدل له موضوع بحاجة أخرى. صغير لما تقعد مش لازم تواجه هكا مواجهة قوية، تبدل له الحكاية شوية. كان لازم مرشوة، أربع أيام تمس تليفون، شريك شوكولاتة اللي تحبها، ست أيام تمس تليفون، نهزك الجردة اللي تحبها. والله نهار كامل لا، مش نهار كامل، وقت معين أموها، فهمتني؟ مش ساعة ساعتين حتى مخه يتحل شويه كمان، وما شاء الله هيك تشوفيهم توا يفهموا اكثر منا في التليفونات. ولو الوالدين هم اللي يعطيهم في التليفون ولا التابلت يعطوهم للصغير، مش يلهوهم مع الطفل، خاطر الطفل كان جاي لقى الاسباس ودي يمشي يلعب، راهو ما يشدش التابلت وما يشدش التليفون. في بلاصه التليفون شنو قعد نلعب انا وياه، نجبد لي جوي، ياثر عليه بالسلب في صحته بالطبيعه، عيني ونهار كامل قاعد في نفس البلاصه. الشاشات الإلكترونية على اختلافها تؤثر سلباً على القدرات الحسية والحركية، يقول الأخصائي النفساني ورئيس الجمعية التونسية للتدخل النفسي البيداغوجي رضا بن يوسف. ما فيها حتى منفعة، بل بعكس فيها إدمان خطير جداً، مثل الحوت الأزرق والشغلات، الألعاب الخطيرة اللي تؤدي إلى الموت. الألعاب هذه راهي ما عندها حتى جدوى، للأسف نتيجة استقالة بعض الأولياء، نتيجة قلة وعي من بعض المعينات المنزلية، أنها تعطيه كمزة، تعطيه تليفون، لا تعرفوا مين تخل، في أي مواقع تخل، لا تعرفوا في شقاد يعمل. المخاطر هذه على مستوى البصر نزل زائد، وأخطر من هذا هو أن الطفل يضيع برشا برشا من قدراته الحسية الحركية، لأنه دوم الشاشة تعلمنا برشا عنف، يأخذوا التلفزة مباشرة عبر التلقين، الصغير يولي ما عادش يعرف يقدر الأبعاد، ما عادش ينجم يستعمل الحركية الرقيقة. ومع انطلاق العطلة المدرسية توجد أنشطة كثيرة تعوض الشاشات الإلكترونية وتساهم في تكوين الطفل، من بينها المطالعات، الخروج مع العائلة أو القيام بالعمل الكشفي، يضيف رضا بن يوسف. مهم جدا الخروج البحر للشارع، مش معناها مفهوم سلبي للشارع، الفضاءات العائلية مهم برشا، انه صغارنا يلعب هالألعاب الحسية الحركية هذه، نجم حتى في الدار نفرولهم الكتب للمطالعة للتصوير، الحاجات اللي يمارس بها مهاراته الحسية الحركية. بربي بربي نرجع للكشافة، راهو الطفل يتعلم إدارة الصراع، إدارة الحديث والحوار واحترام الآخر وتجنب العيوب، يزينا من كل الخوف المضطراب، والله مخاف الدنجوم منسوب العنف اللي قادم يتعلموا فيه الصغار، من التلفزة والوشم والكلام الزايد، من راهو أخطر برشا من الشارع، الشارع راهو هو مسرح يطبق فيه الطفل كل ما تعلمه.
دخل المبلغون عن الفساد صباح اليوم في اعتصام مفتوح أمام وزارة العدل للمطالبة بتفعيل القانون المتعلق بحماية المبلغ وإيجاد تسوية لملف المبلغين عن الفساد. رئيس جمعية المبلغين عن الفساد أشرف بن عيشة: قررنا الدخول في اعتصام متواصل امام وزارة العدل بعد ما يوم الخميس عملنا وقفة احتجاجية امام وزارة العدل، وطلبنا مقابلة السيدة الوزيرة. مصالح الوزارة حددت موعد لاحق يحتمل يكون اليوم. الاعتصام هذا الغاية منه هي اثارة الوضعية الكارثية اللي قاعد يعانيوا فيها المبلغين على الفساد في ربوع الوطن. احنا مطالبين بالغاء فوري لكل القرارات الادارية هذه اللي تخص عملية الطرد، ارجاع المبلغين لسلف وظائفهم، الكف عن الهرس له التنكيل. قضايا الكيدية اللي قاعدة تصير ضد المبلغين لابد من مصالح الدولة وسادة القضاة يتفطنوا، كونه أغلبها راهي كيدية غاية نتاعها هي تكميم الأفواه. لدينا جملة أخرى من المطالب باش نعرضها على السيدة وزيرة العدل. انطلقت اليوم بالعاصمة أشغال المؤتمر الإقليمي حول نزاهة قطاع المياه في المنطقة العربية الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وزارة الفلاحة. وأكد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي أثناء مشاركته في المؤتمر، أكد أن الأمن المائي يعتبر مسألة ضرورية لتحقيق الأمن الغذائي، ودعا في تصريح لوجيه النمر إلى ضرورة العمل على إرساء مقومات الحوكمة الرشيدة في قطاع المياه والحد من مظاهر الفساد. الأمن المائي هو مسألة ضرورية لتحقيق الأمن الغذائي. مش حكيم اليوم على الأمن الغذائي إذا كان معنيش الأمن المائي. لتحقيق الأمن المائي لابد من تحقيق توازن بين الطلب والعرض. اليوم عنا طلب متزايد على الموارد المائية، على الماء. اليوم عنا 85% من الموارد المائية ماشية القطاع الفلاحي. لابد من العمل على إرساء مقومات الحوكمة الرشيدة، لابد من الحد المظاهر الفساد الموجودة اليوم، الحفر العشوائي للأبار اللي قاعد راهو معناتها في ظرف 4 سنين معناتها تطور عدد الأبار العشوائية من 15,000 إلى قرابة 30,000، تطور 85% في 4 سنوات. أيضا العمل على تركيز منظومة معلوماتية وطنية خلينا نجم نتبعه وين موجودة مواطن الخلل ونراقبوها ونتخذ الإجراءات المناسبة. لابد من العمل على أيضا تطوير قنوات التزويد متاع السوناد. اليوم نعرف اللي كونه قرابة 40% من شبكة مهترئة وقديمة وعندها أكثر من 30 سنة. بدوره وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي أشار إلى أن تونس ورغم أنها ليست من بين الدول المتسببة في التغيرات المناخية إلا أنها تأثرت بهذه التغيرات بشكل كبير، وطالب الدول الصناعية الكبرى بتحمل مسؤوليتها والوقوف إلى جانب الدول المتضررة من التغيرات المناخية. بلدنا صار فيه ضرر كبير على مستوى انعكاس تغير المناخ، ناهيك نقص كبير في الأمطار، نقص كبير في كميات المياه، ارتفاع درجات الحرارة، سجلنا في السنة الفارطة العديد من الحرائق، وهذا صراحة يعتبر من بين تأثيرات انعكاس تغير المناخ. خلينا نقولها بصراحة يعني أنه احنا معنا لا ناقة ولا جمل في تغير المناخ، يعني الدول الصناعية الكبرى هي التي تسببت في هذا الوضع في العديد من المناطق في العالم. وبالتالي نحن من هذا المنبر ندعو جميع هذه الدول لتحمل مسؤولياتها للوقوف إلى جانب هذه الدول لإيجاد الحلول الكفيلة للتعامل مع هذا الخطر. كما تطرق وزير الفلاحة عبد المنعم بلعتي إلى أزمة المياه التي يعاني منها قطاع غزة، داعيا إلى تدخل عاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني. تونس تساند بصفة كبيرة إخواننا في فلسطين الذين يعانون حاليا من نقص في المياه، من نقص في الغذاء، وهذا صراحة يعتبر اعتداء على الحقوق الإنسانية بما في الكلمة من معنى. وبالتالي فنحن ندعو أن تتدخل جميع الدول المعنية لإيجاد الحلول الكفيلة لإنقاذ الشعب الفلسطيني والذي نقوله صراحة يتعرض إلى عملية إبادة. وبالتالي فقد حان الوقت لإيجاد الحل الجذري في هذه المنطقة.
وفي تونس نقول ليس هناك استقرار في الشرق الأوسط إذا لم يكن هناك حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. فلسطين المحتلة كثف جيش الاحتلال الصهيوني اليوم قصفه على مختلف مناطق قطاع غزة، حيث ارتكب 5 مجازر وصل منها إلى المستشفيات 40 شهيدا و118 جريحا خلال 24 ساعة الأخيرة. ومع دخول العدوان الصهيوني على قطاع غزة يومه 48 بعد 200، طال التصعيد العسكري الهمجي اليوم كافة مدن الضفة الغربية المحتلة ومخيماتها، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى واعتقال ما لا يقل عن 30 فلسطينيا. على الصعيد الإنساني، أكد رئيس لجنة الطوارئ في رفح أنه لم تدخل أي أدوية إلى القطاع منذ إغلاق الاحتلال معبر رفح البري، وأنه لا بدائل في حال توقفت مولدات الكهرباء بالمستشفيات عن العمل. من جهة أخرى، قالت مديرة برنامج الغذاء العالمي إن البرنامج أوقف المساعدات لغزة عبر الرصيف الأمريكي بسبب مخاوف أمنية. سياسياً، دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار معدل بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة، وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن المقترح من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق نار كامل وفوري مع إطلاق سراح الرهائن، مشيرة إلى أن إسرائيل قبلت المقترح. في الأثناء، يستهل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اليوم جولته الجديدة في الشرق الأوسط بزيارة مصر وإسرائيل على أن تشمل في وقت لاحق الأردن وقطر، وذلك بهدف الدفع باتجاه إقرار مقترح لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة حماس، مقترح عرضه وزير المالية الإسرائيلي قائلا إن التصعيد سيتواصل في كل شبر من قطاع غزة إلى حين استعادة الأسرى. نبقى مع فلسطين دائما، أي أفق يحمله الاجتماع المرتقب بين ممثلي حركتي حماس وفتح في موسكو في ظل حرب الإبادة الصهيونية في غزة ومتطلبات المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية الشاملة. تقرير ناجي بن جنت. أكدت مأساة غزة الحاجة التاريخية إلى وحدة الصف الفلسطيني أكثر من أي وقت آخر في مواجهة حرب إبادة صهيونية شرسة لم تشهدها فلسطين منذ النكبة ولم يعرف لها التاريخ مثيلا. وحسب ما صرح سفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، فإن ممثلي حركتي حماس وفتح يستعدون لعقد اجتماعا في موسكو التي شهدت في بداية شهر مارس الماضي اجتماعا تشاوريا بين ممثلي مختلف الفصائل الفلسطينية من أجل احتواء الانقسامات الداخلية والتأسيس لمصالحة تضمن الوحدة الوطنية الشاملة. فأي أفق لهذه المصالحة المنشودة؟ رئيس الجالية الفلسطينية بتونس سيف الدين الدريني يتحدث. الوضع المثالي أن يكون هناك وحدة صف ووحدة مشروع بالنسبة لكل مكونات النضالية للشعب الفلسطيني، لكن طبعا الوضع الفلسطيني عنده خصوصية تتمثل في أنه دائما عندما يكون النضال الميداني مستمر والصمود قائم فهناك في وحدة ميدانية. نأخذ على سبيل المثال، هل يمكن الآن أن نفصل بين مواقف الفصائل فيما يتعلق بالنضال الفلسطيني سواء في غزة أو سواء الآن في الضفة أو في 48؟ أنت ترى وحدة نضالية في الميدان. طبعا عندما يتعلق الموضوع بالموقف السياسي هناك لا شك تباينات فيما يتعلق الرؤية السياسية. الآن الكل الفلسطيني يطلب وقف العدوان، الكل الفلسطيني مع صمود الشعب الفلسطيني. حرب الإبادة الصهيونية في غزة وما أسفرت عنه من آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين ودمارا رهيبا تضع المصالحة الفلسطينية الشاملة على محك اختبار، وتدعو جميع الفصائل إلى تجاوز خلافات الماضي من أجل مستقبل فلسطين في معركة الوجود والمصير.
في بقية أخبار العالم، قالت القيادة الأمريكية إن 3 صواريخ أطلقها أنصار الله الحوثيون خلال الساعات 24 الماضية تجاه خليج عدن أصابت سفينتين تجاريتين وألحقت بهما بعض الأضرار المادية، مشيرة إلى أنها دمرت 3 صواريخ أخرى وطائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه خليج عدن، كما دمرت منصة إطلاق صواريخ تابعة للجماعة في اليمن. أكدت منظمة أطباء بلا حدود وقف جميع أنشطتها بالمستشفى الرئيسي في مدينة الفاشر السودانية عقب اقتحامه السبت الماضي من قبل قوات الدعم السريع، مما أدى إلى خروجه من الخدمة. وفق المعطيات الأولية، حققت الأحزاب اليمينية القومية والمتطرفة مكاسب هامة في الانتخابات الأوروبية وفي فرنسا. أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن حل الجمعية الفرنسية داعيا إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 30 جوان الجاري. ختام النشرة قدمناها من الإذاعة الوطنية التونسية، نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناويننا. ضبط 17 حالة غش في اختبار البكالوريا في مركز امتحان واحد وإيقاف كل المراقبين وإحالتهم على التحقيق. استعمال شاشات الإلكترونية ضرر متنام على الأطفال واليافعين يزيد خطره في العطلة الصيفية. في فلسطين المحتلة 40 شهيدا ونحو 220 جريحا في تواصل للغارات الإسرائيلية على غزة، واجتماع مرتقب في موسكو بين حماس وفتح فهل يحمل أفاقا جديدة للمصالحة الفلسطينية، موضوع تقرير قدمناه في النشرة. أجمل تحية سمية فرجاني، ألقاكم بعد أقل من ساعة في أمان الله.